تحية وسلام، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحترام السادة الأفاتارات في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا على مستوى البث المباشر، وإنتوا بتشاهدوا الآن في البث المباشر. لو كان الصوت عندكم واضح، يا ريت الناس تعمل لنا لايك شير. لو الصوت عندكم واضح من البداية، اللايك أسفل الفيديو على يدك اليسار، تحت المشاركة أسفل الفيديو على يدك اليمين، زايد ملصقات ملصقات ملصقات. أيضا في تعليق مثبت يا محمد علي ود الإزيرك، في أول تعليق أهلا بك، في تعليق مثبت تحت، يا ريت الناس تضغط عليه لايك عشان يظهر لجميع السادة الأفاتارات اللي بيتابعوا البث المباشر. طبعا في اخواننا، اي زول لوجه الله تعالى، اي زول داير يتكلم او داير يقدم يا خشونه وغيركم، خلاص داير يقدم للبلد دي كلكم، اللي في السعوديه، اللي في امريكا، اللي في قطر، اللي في السودان، اللي في وين، داير يقيف معانا في الموكب بتاعنا ضد العنصريه، لا جهويه ولا قبليه، ده السودان، الوحده قويه، يا هو نحن مثبتين رغم او مثبتين تعليق كتبه احد الاصدقاء باسم زورو، وفي قبل كم لايف وثبتناه خلاص، وفيه رقم حساب وفيه رقم لإرسال الإشعارات، فيا ريت الناس تضغط عليه لايك، ويا ريت الناس تبدأ تتبرع إذا كان العمل لوجه الله تعالى. الموكب ده من أجل الوطن، ما من أجل زول ولا من أجل شخص، دايرين برانا نحن نجمع قروشنا كشباب مستقل، نشوف قوة الشباب المستقل. والكلام طبعا كثير يا أخواننا، وما دايرين نجوط كثير وبرنامج وناس منور الدنيا يا اخي، شكرا يا اسماعيل وشكرا مصطفى. الليله يا اخواننا كان في اجتماع مهم جدا، كويس، كان في اجتماع مهم جدا اللي هو بقوده كان محمد حمدان دقلو حميتي مع مجموعه قوى الحريه والتغيير بقى، اللي هي جناح اردول، جناح ناس اردول، والمجموعه دي اللي هي ناس الميثاق الوطني، سموا نفسهم مجموعة الميثاق الوطني، هكذا سموا أنفسهم، وهم المجموعة المنشقة والخارجة من قوى إعلان الحرية والتغيير تحت دعوة التهميش وتحت دعوة إنهم مقصيين من المشهد السياسي. وبالأمس كان اجتماع قوى إعلان الحرية والتغيير ألف مع حميتي أيضا. الاجتماع هو ما براو في حميتي وفي شمس الدين كباشي وفي إبراهيم جابر، لكن حميتي هو المترئس الموضوع ده، وده بديك مؤشر معين، ده بديك مؤشر معين. وطبعا الصراع الروسي الامريكي محتدم الان في السودان، محتدم جدا، والامريكان حالفين ما يخلوا المناطق اللي من زمان هم منشنين عليها والمصالح بتاعتهم في السودان، وطالما هو الجد بتاعهم عبر افريقيا لابد من انه يكون التركيز عليه عالي. ففي صراع هنا امريكي روسي، واي زول بيعاين للمشهد ده بيلقى انه الامريكان ما دارين ينسحبوا نهائي من الحقوق بتاعتهم، وحتى السفن الحربيه اللي وصلت قبل فتره بتدل على انه عندهم مفهوم محدد. على اي حال المشهد يبدو يعني للعيان ما بعيد، خلاص اي زول بيتابع المشهد بيعرف الحاصل. بيبقى في سؤال، الاجتماع بتاع الحوار واجتماعات الحوار بديرة حميتي نائب رئيس المجلس السيادي، ما بديرة البرهان رئيس المجلس السيادي ليه؟ وقبل اسبوعين من الان تم يعني ايقاف لقاء المجلس السيادي، المجلس السيادي اللي بيجتمع يعني كل 10 يوم ولا كل 14 يوم وقفوه فجأة، ولما كانوا وقفوه معنا سلفكي معناه الموضوع ينتهي، معناه الموضوع انتهى. الان الموضوع انتهى، كويس، في حكومة جديدة جاية، اوكي متفقين عليها، في كلام راشح عن انه حمدوك رئيس السيادي او عضو في السيادي او مجلس رئاسي او حمدوك رئيس وزراء، او في كلام راشح زي ده، لكن ما في زول بيقدر يأكده تماما. لكن من اقوى الاخبار اللي بترشح ابعاد ياسر العطا، كويس، ابعاد ياسر العطا ده من اقوى الاخبار الان اللي بترشح، ومن اقوى الاخبار الان اللي بترشح القوة الآن
المشكله انت لو انت تقول الحقيقه في ناس طوالي بيحقد هنا بيدوك انت مطبلاتي او يا اخي اللي يقول اللي يقوله عليك الله الحقيقه قوله وبعدك خلي داير يتقبلها يتقبلها والما داير يتقبلها عنه ما تقبلها كويس. الحاصل الان انه التمدد بتاع حميتي والقوه بتاعته خلته هو اللي يقعد مع الناس دي ناس الحريه والتغيير جناح ناس اردول. وانا بستغرب انه حميتي بيقعد مع اردول ليش؟ يعني اردول شخص غير مرحب به ليه يقعد معه؟ وهم مش الحريه والتغيير بقى ما في غيرهم؟ في الحريه والتغيير بقى جيب زول غيره. اردول ده بقى شخصيه مكروهه بقى شخصيه مقبوحه ما مقبوله الناس بقت تقبحها كده من ليه؟ بسبب تصريحاته العنصريه بسبب دعواته كلامه ده فيه ايحاء لقتل ناس من السودان ده هم ثله طيبه نعتبرهم فيهم الشرير وفيهم الكعب وفيهم الكويس وفيهم المصلح كويس. الكلام ده يا اخواننا ركزوا معه كويس كويس. اردول الان خطاباته العنصريه دي ويمشي يجتمع مع نائب رئيس مجلس السياده ده بيقلب الكراهيه زياده لنائب رئيس المجلس السيادي وبيقلب الكراهيه زياده للمجلس السيادي اللي اصلا هو ما قاعد يجتمع او محلول او شبه محلول خلاص. بعد تصريح مالك عقار تاني ظهوره ايضا في السلطه وفي الاعلام ايضا ما حيكون مقبول باي حال من الاحوال كويس. ظهور اردول اسمه مالك عقار اللي كانوا الحريه والتغيير بيخدعوا بيه والناس وانه حيحميهم وانه طلع هو الزول الاول المستعد يقتل 10,000 ثائر عشان هو يقعد في كرسي السلطه بتاعه. من بدري قلنا الكلام ده طلعونا نحن ناس دارين نضرب الصف ان شاء الله ستعصوا خلاص. دي حاجه كويس. الحاجه الثانيه الاجتماع ده ما علني الاجتماع ده سري معناه تم توزيع وزارات فيه معناه تم توزيع كراسي فيه خلاص معناه تم توزيع سودان جديد فيه. بيبقى في سؤال الحوار ده طالما بدا وبرئاسة حميدتي الان بيبقى السؤال ليه هو ذاته حميدتي الاجتماع ده انت عملت فيه شنو؟ هل الاجتماع ده انتوا اتكلمتوا فيه عن الاقاليم بتاعت البلد؟ السودان ما فيه الان فيه اقليم واحد اقليم دارفور بس ما فيه. الجنوب كردفان دي برضه منطقة حرب ما عملتوا لها اقليم مشيتوا تبعتوها بطريقة ما معينة خلاص. غربي كردفان ولاية كاملة مسكتوها تبعتوها لمالك عقار لما مالك عقار بغربي كردفان شنو يا أخي؟ ولقى لك منو إنسان غربي كردفان داير الكلام ده كويس. كذلك الشرق القضارف كسلة بورسودان إقليم واحد الشرق ما في زول شغال بيهم إقليم سنار ما في زول شغال بيهم كويس. عندك إقليم الشمالية إقليم نهر النيل اللي هو اقليم واحد الشماليه ونهر النيل. عندك اقليم الجزيره والوسط اقليم الخرطوم ما في زول شغال بديل اقليم واحد هو اقليم دارفور. الكلام ده خلق مشكله وخلق صراع كبير. ولما قالوا يعملوا يا هناي اقليم طلع مناوي وبكل وضوح وقال انه تم اشتراء او تم بيع اللي اسمه شنو المسار بتاع شرق السودان. مسؤول بيطلع بيقول تم بيع المسار بقلبها منه؟ ما دولة ما فيها محاسبة ما هي هزار ساي ضحك ساي بقت خلاص. فشخص زي اردول كونه انه يقعد في الحوار ده دليل على فشل الحوار من بدايته. اول حاجة اردول ده يبعدوه من الحوار اولا لانه لا مؤهل نفسيا الان لا مؤهل عقليا لا مؤهل فكريا لا مؤهل حربيا ولا حربيا دي ما بقول انا حاربته وانا كويس ما مؤهل لأي حاجة كويس. لا عنده ثقل لا عنده جماهير لا عنده ناس بل الكراهية متنامية فيه وما مقبول محل ما مشى. أينما يوجه لا يأتي بخير أينما يوجه لا يأتي بخير. إساءته لإخواننا الشماليين وإعازه للناس في الوسط إخواننا في الوسط ده كله خلق من ده غير أنه أصلا هو ما بيعرف يتكلم ولا زول ولا عنده علاقة بالسياسة يعني ما زول سياسة كويس. فيبقى الكلام ده مهم جدا. والترقص الليلة بتاع الاجتماع بيبقى في سؤال أيضا خلاص. في سؤال تم صلح مشى عبد الرحيم مشى مني ومشى حميدتي مشوا هناك الاتفاق بتاع الفلاتة والرزيقات الصراع القام هناك الدامي المؤسف للأسف الشديد كان. طيب بيبقى في سؤال هنا جنوب كردفان وغرب كردفان ديل ما قاموا فيهم صراع لغاية امبارح دي وأبو جبيهة دي بتنزف دم هل سمعت حميدتي طلع بيان عنها؟ هل سمعت انت عارف الليله الغيظه في ابو جبيهه وجنوب وغرب كردفان الكراهيه الكروه لحميدتي قدر شنو؟ انت عارف الكلام ده؟ انت عارف انه الان قالوا لو جاء ثاني ما مرحب به؟ لانه قالوا ما قاعدين نلقاه في الحاره؟
كويس. لكن لو في حاجه حصلت في دارفور بتلقى بتجاري هناك، لكن هنا ما بيجينا كويس. اذا كان دي المواطن بيجي يقول الكلام ده، الناس دي بتتموت في جنوب كردفان. عن اي حوار بتتكلم الناس بتتموت الان في جنوب كردفان، في غرب كردفان بتموت خلاص. ما شغال بهم، ما شغال بهم، زعلان المسؤول مسؤولين خلاص ما بيمشي كويس. منطقة تبيعي ايضا بقت ما مرحبة به اصلا، دي اول منطقة رفضته خلاص. يبقى دي عقلية المسؤول السوداني كويس، عقلية المسؤول السوداني. حتى التجمع بتاع البناء والتنمية، ناس عبد الباقي شحته، دكتور عبد الباقي شحته، ده التجمع الوحيد المسلح اللي كردفان بكل الباقي ده لدارفور، اما لكردفان دي ما وضع لها اي قيمة كويس. لكردفان دي تجمع واحد مسلح الليلة ما بيتواصلوا معاه ولا بيشتغلوا به، لكن اي فصيل ثاني مسلح ممكن من بقية الحركات المسلحة بتاع دارفور بيهتموا بها وبيشتغلوا بها والاعلام يشتغل بها، لكن بالمقابل هناك لا لا ما في زول يشتغل بهم. ده كلام خاطئ، ده كلام ما صح يا جماعة. البلد كده ما بتمشي لقدام. الزول الصادق الداري يقدم للبلد دي بيمشي خلاص. مش جنوب كردفان دي كارهاك ولا غرب كردفان دي الكارهينك بيجوا لعمايلك، انك ما بتمشي لهم وقت الحارة ولا بتشتغل بهم. مش يا هم ديل هاي اركب طيارتك امشي لهم ان شاء الله يفلقوك بحجار، اقيف واسمع كلامهم للنهاية. انت كده غيادي حقيقي، لكن ما تنزوي وتسمع لي كلام بعض الناس اللي بيغتسوا في البلد دي زيادة ويقول لك ما الآن السودان كله عفوا في اشتعال، وهناك بجاية الفشكة تحركات زيادة على الحدود خلاص، على الحدود محاولة ضرب كمان للحدود جديدة حاصلة الآن في السودان. يا جماعة البلد دي إلى أين؟ أنا دائما لما قاعد أسأل الأسئلة دي قاعد أقول البلد دي لوين وماشية لوين خلاص. الموت اللي بيحصل في ابو جبيه عنصري، الموت اللي حصل بين الجمر والعرب عنصري، الموت اللي حصل بين الرزيقات والفلاته عنصري، الموت اللي قاعد يحصل في السودان عنصري، كل الفوضى اللي بتحصل في السودان دي الان عنصريه. عشان كده لما نقول نمرق موكب ما بنقول هزار ولا عبطا، لما نقول لا جهويه ولا غبليه، ده السودان الوحده قويه. لما نقول الكلام ده لانه خايفين سوداننا يتقسم، لانه خايفين البلد بتاعتنا تتقطع، لانه خايفين يجي يوم ما نلقى حاجه اسمها السودان، لانه خايفين يجي يوم ثاني ما نلقى حاجه اسمها بلد، لانه خايفين يجي يوم من الايام ثاني كان هنا السودان، كان هنا السودان، لكن او كانت هنا دوله سودانيه. نحن خايفين من يوم زي ده، عشان كده نحن بنعمل اللي علينا. نحن شباب في النهايه، وما وكلمه شباب دي ما سهله. نحن سقطنا البشير، ما سقطونا سويدي صالح ولا سقطونا السنهوري، سقطنا ونحن الشباب ديل. ان احنا الشباب ديل اللي بنسقط العنصريه، ان احنا الشباب ديل اللي بنقول انه ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل ان حياتي ونسك، قل ان اللي هي الايه بتاعت حياتي ونسكي ومحياي ومماتي كويس، لله رب العالمين بذلك امرت وانا اول المسلمين كويس. انا متلخبط لي معلش الايه. المهم كويس، النسك والمحيا والممات لله رب العالمين. في النهاية تلخبط تنافق تجرم تغلط تلخبط حياة شباب تسوي، لكن في النهاية لله رب العالمين حياتك كويس. في النهاية قول يا رب امن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. في انت في النهاية عين كده انت وانظر، لانه برضو رسالتك شنو في الأرض ودار تقدم شنو في الأرض خلاص. انك في النهايه تذكر انه كيف دوله المدينه ودوله الرسول صلى الله عليه وسلم كانت، كيف كانت مليئه بالاحباش وبالفرس وبالروم وبغيرها، كيف كانت خلاص. مش 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 مكون ولا دوله، مش مكون ولا اتجاه ولا قبيله، لا يا اخواننا نحن يجب نتجاوز الكلام ده كويس. الداير يحول بنكك، الرقم مكتوب في التعليقات يا هدى ومثبت موجود خلاص. اللي هو ده زول كتبه واحد من الشباب خلاص، اللي هو اسمه زورو ونحن ثبتناه خلاص. طيب الكلام ده يا جماعة كويس، الكلام ده خطر جدا كويس. الكلام ده ممكن يقود بلدنا للتقسيم، ممكن يقسم بلدنا لانه للتدمير كويس. ايوه نعم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، شكرا جزيلا عليكم خلاص. الكلام ده ممكن يعرض البلد للتقسيم، اذا عرض البلد للتقسيم او عرض البلد للاخطار التاريخ ما بيرحمنا. فهمتوا؟ التاريخ ما الاحزاب اتجرت مشت قعدت مع حميتي دي،
كويس ولسه بتقعد مع البرهان دي وبتيجي تغشك انت وبتقول لك قال ده ما حوار وانت لسه مصدق وهم قاعدين في الحوار وانت لسه مصدق والله انت تبقى اخر من تفهم كويس وهم بيوجوك اخر من تفهم وانت كده سعيد ما شاء الله يعني بالعقل التعبان ده كويس خلاص عيش كده عيش كده فهمت اخدم الساده خليك كده فهمت زي ما قال لك واحد من الشباب الرائعين زي ما قال لك شنو في النهايه حيجي ودى السيد الشيخ فلان المرغني الشيخ فلان المهدي حيشوتك انت بر الملعب السياسي فهمت انت كنت بالنسبه له عباره عن زول قاعد تخدم في خطه ما اكثر من كده فهمت هسه كان بنفس الطريقه انت حتقاتل وحتسوي وحتموت وحتسوي انت لكن في النهايه حييجوا احزاب ويفاوضوا احزاب ويكسبوا احزاب وكده فهل فيكم زول عرف الليله النتيجه اللي حصلت من الاجتماع بين قوى اعلان الحريه والتغيير ب اللي هم ناس مبارك هدول امس كانوا ناس الحريه والتغيير الف لكن الليله كانوا ب اللي هم ناس مبارك هدول واللي هم ناس علي عسكري والمجموعه دي هل في زول منكم عرف الحاصل شنو في الاجتماع ده؟ هل في زول فيكم عرف في شنو في الكلام ده؟ انا سؤالي لكم كلكم في زول عرف؟ خلاص طيب في ال- 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 الكلام يا اخواننا الكلام برضو ايضا في ال- في الكلوب هاوس ده كمان منصه يعني تحولت لشتايم ولاكاذيب برضه ولارجاف غريب جدا خلاص كمان برضو اي زول يجي ناطي من هناك برضو الان طيارات تتحرك والان غصفي وما فضل الليل يقول الصواريخ انطلقت والراجمات انت قايل الحرب دي كان دورت في السودان انت قايل كان الجيش والدعم السريع دي اللي اشتبكوا الان انت قايل السنبك بيحلك انت قايل تاني في دوله بتستقبلك مصر هتقفل بابها في وشك ليبيا هتقفل بابها في وشك كويس افريقيا الوسطى هتقفل بابها في وشك كويس جنوب السودان هيقفل بابه في وشك اثيوبيا هتقفل اريتريا هتقفل ده كلهم بيقفلوا بابهم في وشك ما ادري يشوفوا خلقتك دي هتزعجهم كريمتا هتزعجهم انت قايل الحرب دي حاجه كويسه انت هتاثر على اقتصاد وعلى امن قومي بتاع بلاد ثانيه ما برحبوا بك ما تتمنى الخراب لبلدك ده غير الملايين ومئات الالاف اللي بيموتوا والبيوت اللي بتهدم والمزارع اللي بتتلف خلاص والمساجد اللي بتدمر والمصاحف اللي حتحرق الارواح اللي حتزهق تمشي لبارئه خلاص انت ده كله ما مهتم له خلاص بالعيون اللي بتثمل والشفاه اللي تجتز زي ما قال فهمت ويا زول بعد الله بيننا وبين الحرب نسأل الله سودانا امنا مطمئنا شباب انا ما دار اطول عليكم انا عنده سؤال بسرعه اكتبوا لي في تعليق كويس معلش انا عنده سؤال اكتبوا لي في تعليق وان شاء الله نجاوب طيب وبالمناسبة لعلمكم في غرب كردفان الغضب وصل يعني خلاص حيتقفل البترول كويس في غرب كردفان حيتقفل البترول الجاي من هناك بالمناسبة البترول الجاي من هناك خلي الحكومة دي صنقع كويس فهمت ما هي بدت بالشرق وحتواصل شباب المكتوب التعليق المكتوب فيه رقم الحساب اللي هو مثبت تحت يا ريت هي زول اضغط لنا فيه لايك يا فزعل بكورك وكلنا كويس اضغطوا لنا عليه لايك خلوه يوصل لكل الناس زايد ملصقاتكم ومشاركاتكم ولايكاتكم الحل الوحيد الانقسام عبد الله الناس بيقولوا شنو انت بتقول شنو الناس بيقولوا شنو انت بتقول ليه يا اخي ليه الانقسام البلد تنقسم لشنو طال نعم للحرب طالما هم دايرين وين هي في تعليق كده طيب قال نعم للحرب طالما هم دايرين يقبلوا بالحوار طيب اذا قامت الحرب انت بتعتقد كده ده الحل خلاص ولا ده تدمير السودان طيب طبعا في تعليقات كثيره بتمشي بنحاول انه بيقول امني والامان والاستقرار ان شاء الله تسلم عبد الحليم وتبدري بيقول ما هي الاستعدادات الغريبه الاستعدادات الغريبه كثرت التحركات العسكريه يعني متابعين نحن من اربع ايام لليله نحن في صالحه مرت بينا من بين 150 ل 170 عربيه بتاع الدعم السريع مسلحه بثنائياتها مسلحه ب ب ب ب باربيجياتها بحاجاتها مره كانت في الشارع بتاع صالحه ده غير المناطق الكثيره اللي مرقت كويس في مناطق كثيره طيب
زي ما قلنا انه الكلام هو كثير، لكن بيقول الاستاذ احمد الضيبي شغال، هل تعتقد ان وجود فولكر سيشعل الحرب في السودان؟ والله هو شغال في النقطه دي، هو شغال كويس. طيب لا يا جماعه التعليقات دي بتمشي بسرعه، اذا ما في الحوار في دمار يا ود الضيبي فعلا. طيب السلام سمح فعلا يا ود الناجي، لكن سلام يحفظ للناس حقوقهم يا اخي برضه. ما الغرض من الاجتماع اليوم الحريه والتغيير بقى اليوم؟ ما انا سالت اسي قبل شويه نين قلت انه وين المخرجات بتاعته؟ خلاص ما في زول عارف المخرجات بتاعته، خلاص ما في زول. وتكلمنا عن انه زي مبارك اردول ده طالما بقى عنصري وما مرغوب فيه من الشعب انه المفترض يبعد، يعني يبعد من الحوار كمسؤول، فهمت؟ كسوداني خليه يكون قاعد، لكن يبعد من الحوار كمسؤول طوالي بر، فهمت؟ ده زول لا يصلح لا نفسيا مؤهل ولا عقليا ولا اي حاجه، فهمت؟ طيب الناس تلايك يا اخواننا، تضغط لايك على التعليق المثبت تحت. طيب قال والله احمد الضي الحربي مع حبابه، لكن لو ضاعت الحرب يحب الحرب لانه هم عايزين كده. مجاهد منهم اللي عايزين كده؟ وليشنو ذاته؟ خلاص الانفصال سمح؟ لا الانفصال ما سمح، كويس. قال غربي كردفان تقفل البترول وتمنع الشركات، ده واحد من الشباب بيقول تمنع الشركات من النقل، ده نور احمد كويس من الشغل. طيب تمام، هو اصلا ماشي على كده، هي ماشية على كده. يوم الحكومة دي الصباح بيصحوا بيلقوا انه غربي كردفان دي قفلت اي حي، بيلقوها قفلت كويس. لكن كونه انه الاجتماع يوميا هناي. طيب بالنسبة للي بيحصل في كسلة، بالنسبة للي بيحصل في كسلة يا احمد انت مالك مع اردول؟ ها يعني ها، وانت رايك انت كويس كده؟ اللي بيحصل ده ضرب لو انا قلته الناس هتزعل، لكن هو ده ضرب لمحور معين. اللي قاعد يحصل ده هي احلاف، الشركة قسموه لاحلاف، ده حلف حميتي وده حلف البرهان، ده حلف حميتي وده حلف شمس الدين كباشي. اضرب القبائل الفلانيه ديل تابعين لحميتي، اضرب القبائل الفلانيه ديل تابعين لقبائل شمس الدين، ديل تابعين للبرهان. ده التقسيم كده شغال. عشان كده اوعى يا انسان الشرق، وان شاء الله نقول أو اقول نقول انتوا اوعى مننا كلنا، نقول انتوا اوعى مننا كلنا. ابعدوا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا يبعدنا منها. الكلام ده من زمان يا معتز، ما من الليله ولا من امبارح. محمد صلاح بيقول تمام تسلم، عاصم بيقول التحيه والتقدير الف شكر. سلط الضوء على مشاكل كليبس اتكلمنا عنها من يومها، واتكلمنا عن انه في تغاعس حكومي حاصل. طيب زي ما اردول مكروه ايضا حميتي مكروه، نعم. لكن يا صالح الكره بتاع اردول جل ايام دي او كتير بسبب انه بقى يوجه كلامه لاهلنا في الشمال بشكل واضح بطعن فيهم يومي على الله. يعني هو اردول ده قايل انه يا اسي لو في واحد من اهلنا الشمالين ده سمع كلامه ده وتحمس بس غضب منه، بس بقى قاصده شخصيا لغايه ما وصل لاردول ده كده كويس يعني. عشان كده انا بقول لك كلام خطر يعني، فهمت؟ بقول لك انه اردول ذاته قاعد يغوط نفسه ويغوط معاه الناس للهاويه يعني، ويورد الناس حياض المنيه كويس. ربنا يصلح الحال يا احمد، اللهم امين استاذ الهادي. يا رب الامن والامان في ربوع البلاد الحبيبه ان شاء الله. نين بيقول وين الحكومه؟ علي هارون حكومه نايمه نوم جد كويس. لو كانت صاحيه لكانت البلد شويه مشت. الانفصال واجب علينا، دي الحركات غير الحقد. ما عنده طبعا يا اخواننا، نحن برضو ما كمان نحكم على كل الحركات يا اخواننا. الحركات المسلحه دي ايضا فيها قيادات قاتلت من اجل البلد دي ودفعت الدماء بتاعتها من اجل البلد دي، خلاص. والشهيد خليل ابراهيم واحد منهم وكثير من الشهداء، خلاص. اي نعم الشهيد يحيى بولاد زمان، اي نعم تفلت على القبائل العربيه صحيح، قتل منهم ظلمهم سوى فعل ترك، فهمت؟ وايضا الحركات العربيه اللي قامت ايضا تعدت على الافارقه وظلمت وقتلت، لكن برضه في النهايه دفعوا الدم من اجل البلد، خلاص، وقدموا. فما كل الناس الحركات حاقده، ما كل القيادات حاقده، لكن لانه انت بيظهروا لك زي مني وزي جبريل وزي ديل، انت بتفتكر انه خلاص البقيه كلهم بيكون، لانه بتشوف مثلا بيطلعوا لك نشطاء تابعين لحركات مثلا معينه، والحركات الناس اللي بيمرقوا في 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 بينبذوا بيقولوا يا اخي الكلام العنصري القبيح ده، لانهم بيكونوا تابعين لحركات، وانت بتشوف انه ما في زول بيسال، خلاص ما في زول بيسالهم انتوا بتقولوا كده ليه؟
خالص خالص، ودي مشكلة طبعا كبيرة جدا. طيب بيقول أحمد الضيا، أخي أنت بتفتح مواضيع حساسة وطريقة إلقائك في قمة الوعي. العفو يا محمد، ابن كوش دي بلدي، ده السودان ده وطني، إذا حصلت لي حاجة أنا يعني هكون فرحان يعني كويس والله. ربنا يستر عليك أحمد الضي، اللهم آمين، يستر عليكم كلكم. بيقول ممكن تتكلم عن الجزيرة المنسية يا عمر عدلان؟ اتكلمنا عن أخطر حاجة في الجزيرة، إنه لو ما عملنا حسابنا الآن بقت في قيادات من الحركات المسلحة شغالة بتحرض أهلنا في الجزيرة من سكان الكنابي، إنكم الأرض دي حقتكم، وإنه العرب دي ما تخلوهم. بقى في شغل زي ده من قيادات في الحركات معروفين خلاص، لذلك الكلام ده خطر جدا كويس. انا بقول انه طيب اخواننا، انتوا في ناس زعلانين ليه لما انا اتكلم عن اردول؟ بعض الناس كده زعلانين كده مالهم كويس؟ ليه بيغضبوا الغضب ده؟ يعني هل كلامنا في اردول خطأ يا جماعة؟ هل ردنا على خطابه العنصري خطأ؟ هل من الصح نخليه انه يبرطع في البلد دي نحن كنشطة وما نقول كلمة الحق؟ هل كونه يقعد ينبس في اهلنا في شمال السودان، اهلنا اللي اكلنا معاهم وعشنا معاهم وجزء عزيز من بلدنا خلاص من قمنا نحن، هل صح نخليه نحن كنشطة نسكت عنه ونصوم اذاننا عن الموضوع ده ونستغشى ثيابنا ونصير ونستكبر استكباره؟ ليه ما نرد على اسمه، على اردول؟ شباب لايك شير، انا ما عارف اللايف ده نسبة وصوله عندكم كيف، انا ما عارف، لكن الصفحة دي مدمرة ببلاغات ما انزل الله بها من سلطان، فيا ريت لو انكم سامعين كلامي ده يا ريت اي زول يضغط معانا لايك. لا انا ما بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن انه هل هم جادين الان يعني كده خلاص؟ اذا في زول سامعني يا اخواننا صوتي ده واضح وواصلكم، اي زول يعمل معانا لايك عشان نقدر كويس. والله يا احمد بقينا نخاف عليك يا اخي، الف شكر اليك استاذي الكريم، والله يشوف لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، والحق يعلو ولا يعلى عليه، والحق ابلج والباطل المذكره منه، الحق ابلج، نحن قاعدين نقولها دائما كويس. الصوت ده واضح يا اخواننا عندكم ولا لا؟ إذا كان الصوت واضح الناس تعمل معانا مشاركات، إذا كان الصوت واضح عندكم الناس تعمل معانا مشاركات، التعليق المثبت في بدايته مكتوب رقم الحساب، ممكن الناس تضغط عليه لايك، يا ريت تضغطوا عليه لايك، وصلوا الرسالة بتاعته. طيب أنا ما قادر حتى من التلفون الثاني، في مشكلة في الشبكة، فإذا كان الصوت عندكم واضح ادونا ملصقات او علقوا على او لايك اللي هو على التعليق المثبت ده برقم الحساب عشان يظهر للناس. والباطل شنو؟ شنو يا رهف علي؟ لجلج بس، الحق ابلج والباطل لجلج كويس، الحق ابلج والباطل لجلج كويس، لذلك طالما الحق ابلج والباطل لجلج علينا نقول الحقيقه، علينا نقول الحقيقه يا اخواننا، اللي بيحصل في البلد ده امر ما فيه هزار. شباب التعليق المثبت ده، انا اختصر، التعليق المثبت ده الكاتبين عليه رقم الحساب ده، اي زول يضغط لنا فيه لايك، اي زول يساعدنا ويعمل لنا لايك في اللايف ذاته ومشاركه كويس، اضغط لنا لايك. التعليق ده كتب واحد من الاصدقاء، قال يا اخي انه بيقترح انه الموكب الشبابي المستقل المارق بعنوان لا جهوية ولا قبلية، ده السودان الوحدة قوية، قال طالما انه رؤيتنا انه يكون الموكب مستقل بدون دعم من العساكر ولا من المدنيين في الحكومة، طالما كده الناس تخلي رقم حساب بنكك يكون موجود، اي زول اللي بيشارك ب 100 جنيه، اللي بيشارك بمليار جنيه، اللي بيشارك ب 200 جنيه، كله القصد لله خلاص، مش القصد انه مثلا لفلان ولا علان، لا القصد للبلد. كويس، الموكب ده نحن دايرين نمرق موكب ضد العنصريه ضد الجهويه. البلد دي انتوا شفتوا خطاب العنصريه تفشى فيها كيف، وبقى ماشي لياتو درجه كويس، فعشان ما نصل المستويات دي نحن كشباب نقوم بمستوياتنا، نقوم بادوارنا، المفترض نقوم بادوارنا خلاص. عشان كده التعليق مثبت، الناس تضغط عليه لايك، والرقم بتاع الحساب يا هو موجود،
اي زول حول في رقم تحت مكتوب اللي هو بيحول فيه الاشعار مباشره. كويس، شكرا لكم كثير، كتر خيركم يا اخواننا، جزاكم الله خير، وان شاء الله يا رب نتلاقى في لحظات خير. خلاص، وان شاء الله نتابع معاكم، وده رقم الحساب، والموكب قادم باذن الله.